احنا كنا الموضوع اللي بنتكلم فيه كان هو السيريال كوميونيكيشن، واتعرفنا على البيسكس الفاندمنتال بتاعت السيريال كوميونيكيشن، وانتقلنا الى السوفت وير اللي هو بيكونترول السيريال كوميونيكيشن. سيريال كوميونيكيشن في عندنا ترانسميتر وريسيفر، ومن الناحية التانية برضو في العكس، يعني نمرة واحد عنده ترانسميتر، نمرة اتنين عنده ريسيفر، وفي نفس الوقت برضو نمرة اتنين عنده ترانسميتر ونمرة واحد عنده ريسيفر، لأن الاتنين بيتخاطبوا مع بعض، ده بيدي ده حاجة بيبعت له مسجز، والتاني بيبعت الأولاني برضو مسجز. ففي سوفت وير ايه الفانكشنز اللي احنا هنستخدمها عشان تعمل كنترول على السيريال كوميونيكيشنز. فقلنا ان لو اي انتيتي منهم ده واحد وده الطرف الاخر، الطرف الاولاني في عنده ابلكيشن عايزه تتخطى مع الطرف الثاني، فبتستخدم السيريال انترفيس اللي عندها عشان تبعت مسج، وفي نفس الوقت الطرف الآخر لو عايز يبعت حاجة برضو يقدر يبعت مسج. فلو نشوف الابليكيشن دي عايزة تبعت للابليكيشن دي أي ديتا، فبما إن السيريال كوميونيكيشن أسينكرونس بالنسبة للإكسيكيوشن بتاع البروجرام، فمحتاجين كيو عشان تحافظ على الديتا، لان ده بيشتغل بريت ودي بتشتغل بريت تاني. فالكيو دي بتخزن فيها الديتا ايتمز. لو الابليكيشن عايزه تبعت ثرو الترانسميتر بتاع السيريال انترفيس، عايزه تبعت ديتا، بتعمل ان كيو للديتا ايتم على الكيو، على الترانسميتر كيو. والسيريال انترفيس لما يكون ريدي ان هو يبعت، بياخد الداتا ايتم من الكيو دي عن طريق الديكيو فانكشن ويبعتها ثرو السيريال انترفيس. وبالنسبه للريسيفنج، لو السيريال انترفيس ريسيفد ا نيو داتا، الانترو سيرفيس روتين الخاص بالريسيفر لما يبقى في داتا ايتم جديد جاهز، السيريال الانترو سيرفيس روتين للريسيفر بيعمل ان كيو للداتا الجديده دي على الكيو، والابلكيشن في وقت لاحق تستطيع انها تاخد من الكيو دي عن طريق الدي كيو. زي ما تم ده من هنا لهنا، برضو ده من هنا لهنا ممكن، لان السيريال انترفيس هنا في عنده ترانسميتر برضو زي الترانسميتر ده، وده هنا الطرف الاخر عنده ريسيفر هنا زي الريسيفر ده. إذا إحنا استخدمنا الأسلوب بتاع الانتربتس عشان الانترفيس مع السيريال انترفيس، الانتيتي أي انتيتي منهم يستخدم الانتربتس مع السيريال انترفيس عنده، لو هنبص عندنا في الكورتكس M0 بلس عندنا just one interrupt associated with مثلا UART2. UART2 دي serial interface في البروسيسور، في المايكرو كنترولر ده السيريال انترفيس دي مخصص ليها just one interrupt. just one interrupt
فبالتالي الانتربت اللي هو associated مع الـ UR2 will be initiated لو أي من الconditions دول حصلوا. إن الترانسميتر is ready. Transmitter is ready يعني إيه؟ Transmitter is ready يعني الانترفيس السيريال انترفيس الريجستر بتاعت الترانسميتر بعتت اخر حاجه وريدي انها تستقبل نيو داتا ريدي تو ريسيف نيو داتا فبتعمل انتربت الابلكيشن بتاخد خبر بالانتربت ده عشان لو عندها حاجه تبعتها هتبعتها ثرو الريجستر دي ترانسميتر ريجستر transmitter register دي within the interface within the UART interface كذلك الانتربت ده ممكن يحصل ان الريسيفر يستقبل داتا جديده الريسيفر يستقبل داتا جديده فمفروض يدي خبر للابلكيشن يدي انتربت عشان الابلكيشن تقرا نيو داتا فده نوع من interrupts ممكن يحصل وده نوع آخر من interrupts ممكن يحصل نوع ثالث من interrupts اللي هو حصل error حصل error يعني ممكن parity error حصل أو ما وصلناش stop bit ما حصلش وجود stop bit فلو أي error من errors دي حصلت بتدي error condition الايرور كونديشن ده يسبب انتربت وبالتالي عندنا سينجل انتربت سيرفيس روتين شود هاندل 3 تايبس اوف انتربت يعني اي واحد من دول ممكن يسبب انتربت لكن كلهم متوصلين على انتربت واحد فبالتالي الانتربت سيرفيس روتين لازم يكون عنده القدرة ان هو يميز مين فيهم اللي حصل اي كونديشن هو اللي حصل اتفقنا ان لابد من وجود كيو بين الابليكيشن وبين السيريال انترفيس بين الاثنين في كيو الابليكيشن تعبي فيها الداتا اللي عايزه تعمل فيها ترانسميشن وياخد منها الانترفيس تو ترانسميت وكيو ثانيه فور ريسيفنج لما الانترفيس يريسيف داتا يعبيها في الكيو وفي وقت لاحق الابليكيشن تاخد من الكيو فالكيو دي لازم نبص للخمس ايتمز دول تو يوز الكيو اول حاجه اول ايتم منهم هو الكيو ديفينيشن الكيو ديفينيشن الكيو ليها سايز وايه التايبس اوف اليمنتس اللي فيها هل هي بايتس ولا انتجرز عاده بتكون بايتس لان عاده السيريال انترفيس بيريسيف بايتس محتاجين لهيد بوينتر وتيل بوينتر الكيو انيشاليزيشن ممكن تحط في الكيو في البدايه قبل ما تبتدي تشتغل تحط فيها initial values يعني initialize it all to zeros مثلا اللي هي null character ولو عبيت فيها مجموعه من elements ايه عدد elements اللي انت عبيتهم فيها
دي اوبشنال. لابد من يكون عندك function to test هل ال QD is empty or not, هل ال QD is full or not. is full معناها لو هي full, لو هي true ال function دي, لو هي true مفروض ان اللي بيعمل NQ يمتنع على انه يعمل NQ لان ال Q full ما يقدرش يعبي فيها حاجة جديدة. ولو ال QD is empty ما يقدرش ياخد منها حاجة لانها خلاص ما فيهاش حاجة فاضية, ما فيهاش حاجة يبقى مفروض ما ناخدش منها حاجة. The two functions دول returns logical variable. Is full بتreturn one لو ال Q مليانة, وبتreturn zero لو هي مش مليانة, في أماكن فاضية ممكن نحط فيها. في two functions اللي اتكلمنا عليهم اللي هو ال NQ data تعبي في ال Q, وال DQ data تاخد من ال Q. أول حاجة بقى نشوف واحدة واحدة منهم الكودينج بتاعها بيكون إزاي. أول حاجة الديفينيشن بتاع الكيو. الكيو دي أنا يعني عندي ممكن يبقى عندي ترانسميتر كيو, ممكن عندي ريسيفر كيو, تمام, والاثنين زي بعض, الاثنين زي بعض. فهعرف أنا تايب جديد. Type definition هنا it's a structure. The structure ده بيكون فيه عدد من ال unsigned characters. العدد ده أنا سميه هنا key size, هعرفه إنه بيساوي 32. فالsize بتاع ال data Q هنا 32 characters. وهعرف هنا integer يعني 32 bits دول هما الهيد pointer وواحد تاني اللي هو التيل pointer. وهعرف السايز بتاع ال كيو. السايز بتاع الكيو مش هو الكيو سايز, خلي بالنا الكيو سايز ده هو الماكسيمم سايز ان اوف ذا كيو, الماكسيمم نمبر اوف اليمنتس اللي تحطهم في الكيو هو السايز النهائي بتاع الكيو. لكن السايز ده هو عدد الاليمنتس الموجودين حاليا داخل الكيو, انا بعبي فيها وباخد منها. فإيه حالتها دلوقتي؟ حالتها فيها كام element دلوقتي؟ هو ده السايز. اللي هو في الواقع الديفرنس ما بين التيل والهيد. التيل هو آخر حاجة والهيد هو أول حاجة. الفرق ما بينهم هو السايز. وأديله الاسم ده. وهعرف two instances من الستركشر ده. اللي هو الترانسميتر كيو والريسيفر كيو, لأن كل entity بيكون عنده two queues, one for each direction. الانيشاليزيشن الانيشاليزيشن ممكن أنا أعبي في الأول الداتا في الكيو أعبيهم كلهم صفار. To simplify our lives when debugging. عشان أبقى عارف بادي بإيه. يعني ما بتديش بكيو فيها أشكال مختلفة. إيه اللي فيها؟ مش عارف. اللي موجود في الميموري وخلاص. لكن عشان أبتدي بداية من الأول كده. عارف بالضبط فيها إيه. لو حصل أي تغيير. هبقى شايف إيه التغيير. فحطهم في الأول كلهم بصفار. وإنيشلايز الـ two pointers دول إلى zero. والسايز برضو إنيشلايز it to
زيرو. To read the status of the queue, whether empty or full, في two functions اللي هو queue empty بترتيرن يا اما 0 يا اما 1. You pass البوينتر بتاع الكيو اللي عايز تعمل تيست للستيتس بتاعتها. You pass the pointer. The function bit return logical value هنا. هل ال queue size item في ال queue structure size ده هنا دي ال queue أنا عديته هنا. ال queue عرفته أنهي queue أنا عايز أعمل لها test. ف test ال field بتاع size في ال queue دي لو هو بزيرو يبقى الـ QD is empty فهي return 1 يعني الـ condition ده هيبقى ب 1 otherwise it will be 0. العكس to test هل الـ Q is full or not فهنا I pass الـ pointer بتاع الـ Q بيتست الـ size field في الـ structure. هل هو بيساوي الكيو سايز؟ الكيو سايز اللي هو 32 اللي عرفناه في الأول. هل هو بيساوي 32؟ لو بيساوي 32 هي ريتيرن 1 يبقى الكيو از فول. اذروايز هي ريتيرن 0 يبقى أنا أقدر أعبي فيها. فأقدر أضيف إليها. رابع ايتم اللي هو الـ NQ function اللي هي بتحط في الـ Q. فالـ NQ function دي بتستخدم اما من الـ application لو عايز تعمل transmission فهنا بتحط على الـ transmitter Q. الابلكيشن تعمل NQ على الترانسميتر Q والسيريال انترفيس ياخد من الترانسميتر Q عشان يبعت. It is also used the function D. It is also used by the receiver interrupt service routine. Receiver interrupt service routine ده هيشتغل لما السيريال انترفيس يستقبل كاركتر جديد. فلما يكتمل استقبال الكاركتر الجديد بيكوز انتربت. الانتربت ده بيعمل ان كيو للديتا الجديده على الكيو. فالانترب سيرفيس روتين بيستخدم الان كيو عشان اللي وصل له جديد يعبيه على الكيو. كذلك لو ما استخدمناش الانتربت ولكن استخدمنا البولينج احنا بنستخدم البولينج نتست الريسيفر ستاتس بتاعت الانترفيس. لو قال لنا في حاجه جديده هيريد ات وان كيو على الترانسميتر على الريسيفر كيو. فالـ NQ بتتعامل مع الـ Transmitter Q لو عايزة تبعت وبتتعامل مع الـ Receiver Q لو استقبلنا حاجة جديدة. نفس الـ Function بتتعامل مع الـ 2 Qs دول. الـ NQ Function الـ Q NQ ليها Parameter Character D وتعبيه على الكيو دي.
هتعبيه فقط في حالة إيه؟ في حالة لو الانكيو دي تسع ايتم جديد. لو الكيو تسع ايتم جديد الانكيو فانكشن هتعبي الكاركتر الجديد. فأول خطوة test if the queue is not full. لو the queue is not full اعمل الخطوات دي else return zero. return zero معناها ايه؟ يعني ال NQ function فشلت في انها ت NQ الكاركتر الجديد بسبب ان ال queue is full. فلو ال queue تسع هيعمل ايه؟ في الكيو دي عبي الديتا الجديدة دي عبيها في الكيو. عبيها في الكيو فين؟ حيث يؤشر التيل. أنا بعبي في نهاية الكيو. بعبي في نهاية الكيو وباخد بعمل دي كيو في الفانكشن اللي هنشوفها دلوقتي بناخد من الهيد بتاع الكيو. فأنا بعبي الديتا اللي أنا عايز أعبيها على الكيو هنا أهو حيث أشر البوينتر ده. وبعد أما أعبيها increment التيل بوينتر عشان المرة الجاية يعبي في المكان الجديد. المكان الجديد ده لازم نلاحظ ان هو ما يستمرش يزيد يزيد يزيد. اتفقنا قبل كده ان لابد ان احنا نستخدم circular pointer او circular queue. فبالتالي التيل pointer ده هعمل له modulus. تمام modulus بال queue size. تيل بوينتر ده اعمل له مودولس بال كيو سايز تو كيپ ات سيركيولر. انا عبيت خلاص الداتا في التيل بتاع الكيو وعملت انكريمنت للتيل بوينتر عملت ابديت لي بحيث انه يظل سيركيولر. باقي ان انا اقول ان انا اضفت واحد فالسايز فيلد السايز فيلد في الاستراكشر هزوده بواحد. السايز هيزيد واحد يعني عدد الاليمنتس الموجودين دلوقتي في الكيو زادوا واحد. عملت ان كيو لواحد جديد. ريتيرن 1 ريتيرن 1 يعني سكسس. لو زيرو معناها فول ما قدرش يعبي عليها هي ريتيرن زيرو. فدي الان كيو فانكشن. عكسها الدي كيو فانكشن. الدي كيو بتاخد من الكيو بتاخد من الكيو. مين اللي بياخد منها؟ الابلكيشن بتاخد من الكيو في حاله الريسيفنج. فبتاخد من الريسيفر كيو. الريسيفر كيو الابلكيشن بتقرا منها بتعمل دي كيو من الداتا منها. الريسيفر السيريال انترفيس بيعبي فيها. الريسيفر كيو السيريال انترفيس بيعبي فيها لانه بيجي له الداتا ثرو اللينك وبيعبي في الريسيفر كيو. فبالتالي ده في الريسيفر كيو. في الابلكيشن في حاله السيريال انترفيس الانتر اوف سيرفيس روتين بياخد من الكيو عشان يبعت. فبالتالي ده الترانسميتر في السيريال انترفيس هو اللي بيعمل دي كيو من الداتا عشان يبعتها. فالدي كيو فانكشن بتريتيرن الفاليو اللي احنا عايزينها بتريتيرن unsigned character. ريتيرن من على
الكيو. فـ unsigned character t equals 0. الفانكشن دي بتعرف على طول الـt وتحط فيه الـ value 0. الـ value 0 دي to indicate ان ان ما نجحش انه يجيب حاجه من الـ من الكيو. ما نجحش انه يجيب حاجه من الكيو. معناه الكيو is empty. فانيشالايز التي في الاول الى زيرو. لو نجحت ان انا اخد حاجه من الكيو حتى هترجع، هيبقى التي ليها فاليو. otherwise هترجع التي اللي انا عرفتها في الاول اللي هي بزيرو. يعني انا بانيشالايز التي دي في الاول الى زيرو، لو نجحت في ان انا اجيب حاجه من الكيو هتبقى حاجه تانية غير الزيرو. غير كده هلاقي ان اللي رجع لي زيرو. فالكولر للفانكشن دي هيعرف ان تم استرجاع حاجه فعلا من الكيو ولا لا لما يتست الفاليو بتاعت التي. لو لقاها بزيرو يبقى الفانكشن فشلت انها تجيب حاجه من الامتي كيو. لو لقاها نون زيرو فاليو يبقى دي الحاجه اللي موجوده على الكيو، لقى حاجه وجابها. If الكيو دي is not empty هيستخدم اللوجيكال فانكشن دي. لو not empty يبقى حط التي، جيبها منين؟ جيبها من الكيو حيث يؤشر الهيد. انا بجيب الاولدست ايتم من على الكيو اللي هو pointed to by the head pointer. فالديتا بتاعت الكيو حيث يؤشر الهيد، هات الديتا دي حطها في التي. ودايما حط اصفار، يعني هنا برضو ايه to simplify debugging حط اصفار بدلها، حط اصفار بدلها عشان اعرف الكيو. يعني في الفور ديباجنج لو حبيت ابص على الكيو دي فين الداتا بتاعتي وفين الحاجات الفاضيه داخل الكيو، الحاجات الفاضيه دايما هعبيها بزيروس. دي اوبشنال مش ضروريه. الكيو هيد بوينتر بعد ما عملت له انكريمنت هخليه سيركولر بالماكسيمم سايز بتاعت الكيو، والفيلد بتاع السايز هنقصه بواحد لان انا خدت ايتم من على الكيو. فدي الديكيو فانكشن. رجعنا نتكلم عن الريس كونديشن اللي خدناه الترم اللي فات. الريس كونديشن بيحصل لو انت بتستخدم انتربتس. لو انت بتستخدم انتربتس وفي داتا مشتركه ما بين تو بيسز اوف سوفت وير، تو بيسز اوف كود، لو حصل انتربتس midway واحد من ال pieces of code دول بيعدل في ال data دي وحصل interrupt، فالتعديل ده ممكن ما يكتملش، وبعد كده بعد ما يستعيد يبتدي يكمل الشغل بتاعه. ويكون التاني عمل ابديت برضو للديتا المشتركة دي
فأبديت على أبديت تاني والأولاني مش دريان بالأبديت اللي عمله التاني. فالفاليوز اللي هتبقى في الديتا دي هتتلخبط، مش هنقدر نمشي مع الفاليوز دي صح. السيكونس اوف تشينجز على الديتا دي والريدنج منها مش هيمشي صح. مش هيمشي صح امتى؟ انا مش عارف امتى الانتربت هيحصل، في اي نقطه من الكود هيحصل الانتربت ده. فبالتالي لابد من الاخذ في الاعتبار للريس كونديشنز واحنا بنستخدم الكيوز. الكيوز دي شيرد بين تو بيسز اوف كود، يعني ترانسميتر كيو از شيرد بين ذا ابلكيشن ويتش انكيوز داتا على الكيو، وبين الترانسميتر انستربت سيرفيس روتين ويتش تيكيوز داتا فروم ذس كيو. الابلكيشن بتحط وتقول السايز، بتزوده، بتزود السايز، حاطط حاجة جديدة فهتزود واحد على السايز بتاع الكيو. الترانسميتر بياخد، فبياخد ويدكريمنت السايز، ده بيانكريمنت السايز وده بيدكريمنت السايز. ففي بيس اوف داتا هنا اللي هي السايز بتاع الكيو، ده بيزوده وده بينقصه. الحالة الاتجاه الآخر، الاتجاه الآخر ريسيفر، الريسيفر انترب سيرفيس روتين بي ان كيو على الكيو ويزود السايز بواحد. الابليكيشن تاخد من الكيو وتنقص السايز بواحد. هنا ممكن يحصل ريس كونديشن وهنشوف. Sharing different data between different pieces of code introduces the risk of race condition. Due to non-atomic access to the queue fields. أي field من ال queue عشان نغير فيه، عشان الكود يغير فيه، بيعمل read من الميموري، load من الميموري على register. ويupdate الفيلد ده وبعدين يرجعه تاني في مكان store it back. فبيتم through load instruction وبعدين update وبعدين store instruction. لو حصل interrupt في الفترة دي ما بين load والchange والstore، لو حصل interrupt والinterrupt ده اشتغل على نفس الداتا، فبالتالي اللي أراه الأولاني اتغير بالتاني، تاني غيره. الأولاني هيأبديت طبقا للفيرجن القديمة بتاعته اللي هي أخذها منه، يأبديتد وبعدين يرجع ريستوريت تاني، وهو الكود البيس اوف كود التانية اوريدي غيرت فيه. فالتغيير هنا والتغيير هنا، هل حصل الانتر في النص ولا ما حصلش؟ بيزد على انه حصل ولا ما حصلش يبقى النتيجة في الحالتين هتختلف. لو حصل هيطلع لك نتيجة، لو ما حصلش يطلع لك نتيجة تانية. نشوف المثال ده، المثال ده على الكيو، المثال ده على الكيو اللي بيستخدمها تو فانكشنز، الانكيو فانكشن والديكيو فانكشن. الانكيو بتحط داتا جديده وتزود السايز بواحد، الانكيو بتحط داتا جديده وتزود السايز بواحد. الديكيو بتاخد داتا من الكيو وتنقص السايز بواحد. المثال اللي قدامنا ده من الخطوات دي هيبين لنا ازاي ممكن يحصل race condition ونحصل على نتائج غير سليمة، غير متوقعة.
لو الابلكيشن بتاعتك عايزه تعمل دي كيو من الكيو، دي كيو من الكيو لما الكيو كان السايز بتاعها n، الكيو فيها n items والابلكيشن عايزه تقرا منها one item، فبالتالي الدي كيو فانكشن بتاخد السايز وتنقصه بواحد، مفروض تنقصه بواحد يبقى النتيجة n minus 1 لأنها أخذت item الابليكيشن الدي كيو أخذت item من الريسيفر كيو. السايز فيلد في الداتا ستراكشر بتاع الريسيفر كيو هيتقري، كان في فاليو n هيتنقص بواحد وبعدين ستورد باك في نفس الفيلد نفس المكان، لكن حصل ايه؟ before the new value is stored to memory another character arrives، وبالتالي السيريال انترفيس هيكوز انتربت، هيحصل انتربت ريسيفر يقول في ريسيفد داتا، فبالتالي الانتربت ده لما يحصل هيحصل بريمشن للديكيو فانكشن وينفذ الريسيفر انترب سيرفيس روتين. الريسيفر بيعمل ايه؟ بيقول ال NQ function، بيقول ال NQ function اللي بتعمل عكس ال DQ function، هتعمل ايه؟ هتلاقي ال value بتاعت size N، لان ال DQ function لسه ما كملتش شغلها، لسه ما حطتش ال N minus 1 back في الفيلد بتاع size، فهتلاقي ال value القديمة اللي هي ال N، حصل انتربت هتلاقي الان هي اللي موجوده لان الثاني ما لحقش يحط ان ماينس 1 يعني اولد فاليو، وبالتالي الان كيو فانكشن بتزود بواحد هتحط ان بلس 1، اللي لقيته ان هتزوده ب1 وتحطه ثاني في السايز فيلد. لما تخلص لما الان كيو تخلص هيرجع ثاني الى الديكيو فانكشن. الديكيو فانكشن اخر خطوه كانت هتعملها ايه؟ انها هتستور الفاليو n minus 1 لان لقت n طرحت منها واحد، قبل ما تحطها حصل انتربت حصل تغير، لكن لما هنرجع ل n minus 1 لان الديكيو فانكشن ما حسيتش ان في انتربت حصل، ما فيش وسيله انها تحس ان في حاجه حصلت، فهتكمل شغلها عادي، تكمل شغلها عادي انها تستور n minus 1. طيب الفاليو الصحيحه اللي المفروض تكون في الفيلد بتاع السايز المفروض تكون n، لان واحد خد كاركتر والتاني حط كاركتر، فالمحصله ما فيش تغيير، المفروض يرجع تاني n، لكن اللي حصل ان الديكيو بعد ما اشتغلت رجعت استعادت الشغل مره ثانيه هتحط n minus 1، فبالتالي السايز هيبقى n minus 1 بينما الصحيح مفروض يكون n. فده سيكونس يوضح حاله من حالات الريس كونديشنز في حاله استخدام الكيوز. To prevent the race condition ده عرفنا قبل كده ان ابسط وسيله وهي دايما مستخدمه انك تعمل disable للانتربت في اي critical section من الكود، disable الانتربت لغايه ما تنفذ السيكونس كامل وبعد كده ترجع الانتربت مره ثانيه، ترجع تنيبل الانتربت مره ثانيه. فلو عندك كريتيكال سيكشن تو بروتكت ات
قبليه اعمل disable للانتربت وبعد ما تخلصه اعمل enable تاني للانتربت. فبالتالي حولت السكشن ده الى atomic operation. atomic operation cannot be interrupted. وده اللي أجريناه هنا، التعديل اللي أجريناه على الـ DQ function والـ NQ function. هي نفس الـ function بتاعت الـ NQ، هي هي بالضبط. لكن عملية update size اللي هي وضحت من المثال اللي عرضناه ده إن هي it's not atomic. Naturally في الارم it's not atomic لانها بتجيب الفيلد ده updated في السي بي يو وبعدين restored في الميموري تاني، فده مش atomic. عشان احوله الى atomic هعمل disable للانتربتس قبلها وبعدين enable للانتربتس بعدها. هو في الواقع ان انا بعمل ايه؟ الاصلح انك انت تجيب الستاتس بالظبط بتاعت الانتربت الموجودة حاليا في السي بي يو عن طريق الفانكشن اللي هي get programmable interrupt mask. الفانكشن دي هترجع لك الستيتس بتاعت الماسك programmable interrupts. Programmable priority. الانتربتس بتاعت البروجرامبل priorities. هيجيب الستيتس بتاعتها وبعدين يديسابل الانتربت ريكويست وبعدين يجري الكريتيكال سيكشن بتاعه ويسترجع مره ثانيه، يستعيد مره ثانيه الستيتس بتاعت البروجرامبل انتربتس. فبدل ما كانت الستيتمنت دي لوحدها، لا سبقها هنا ديسابل للانتربت، لكن ديسابل للانتربت مع الاحتفاظ بالحاله اللي كانت عليها. احنا عندنا حالتنا ايه بالظبط؟ ديسابل للانتربت وفي الاخر استرجع الحاله اللي انت كنت عليها بالظبط. نفس الكلام هيتعمل في الـ DQ function. الـ DQ بتنقص السايز بواحد. ودي مش critical operation، مش atomic operation. ولكنها critical section. لأن ممكن لو حصل عليها interrupt وحد اتعامل مع الفيلد ده غير فيه، لما يجي يرجع هيلخبط الفاليو النهائية. نفس اللي حصل بالظبط، سيف الستاتس بتاعت البروجرامبل انتربتس، ديسابل انتربت تماما، اجري عملية الابديت بروتكتد وبعدين استعيد تاني الستاتس بتاعت الانتربت. هنا نشوف الـ application calling الـ NQ والـ DQ functions.
فالكود ده جزء من الابليكيشن. الكود ده جزء من الابليكيشن. ده في حالة الترانسميشن. وده لو الابليكيشن بتعمل ريدنج من الكيو. فهنا هتعمل NQ يعني هتكول الفانكشن اللي هي كيو NQ على الترانسميتر كيو. ترانسميتر كيو يبقى بالتالي يو باس الفانكشن دي شود باس الادرس بتاع الترانسميتر كيو الى الفانكشن كذلك باس الكاركتر تو بي ترانسميتد. هنا ممكن نضيف اللي هو التست بتاع ان الترانسميتر كيو is not full قبل ما نعمل كول للفانكشن دي. وبالتالي داخل الفانكشن دي ما بيعملش تاني مرة تست لهل هي فول ولا لا. فهنا الابليكيشن بالتست الاول هل الترانسميتر كيو دي is full ولا لا. لو لا لان هنا في انفيرجن لو لا ابعت الكاركتر على الكيو دي else اتصرف بقى. what to do if cannot nq لان الترانسميتر كيو is full. حالة receiving الداتا شوف انا عايز حاجه من الكيو الابلكيشن عايز حاجه من الكيو أشوف هي فاضية. لو فاضية مش هتعمل حاجة. لكن لو مش فاضية ابعت الكاركتر على الكيو. حط الكاركتر على ده الريسيفر. هات من الكيو وحط فيه الكاركتر ده السي. كده يبقى احنا عرفنا البيسكس بتاعت السيريال كوميونيكيشن وعرفنا ايضا الحاجه الى الكيوز وازاي ننظم السوفت وير بحيث ان احنا نقرا من الريسيفر او نبعت على الترانسميتر بس in between في بيننا وبينهم كيو. بيننا وبينهم كيو لان ده شغال بالتوقيتات بتاعته اللي هي مش دايما بتكون synchronized مع الابلكيشن مع الكود اكسكيوشن. البيسكس بتاعت السيريال كوميونيكيشن وايرد سيريال كوميونيكيشن اللي احنا شفناها دي بيسكس يعني لكل السيريال كوميونيكيشنز. دلوقتي هنتعرف على ثلاثه ستاندردز ثلاثه سبيسيفيك سيريال كوميونيكيشن. اول واحد اللي هو اليوارت يونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر دي أول حاجة. وبعدين هنتعرف على two buses يعني هنا اليوارت دي بتبقى point to point يعني واحد بيخاطب التاني الاثنين زي بعض اثنين متكافئين ده بيبعت لده والتاني يستقبل أو التاني يبعت الأولاني والأولاني يستقبل. خط لينك ما بينهم مشتركة ده point وده point من
البوينت دي البوينت اي البوينت دي في ستاندرد اسمه يورت. وبعدين هنتعرف على تو باسز. الباص ما بيبقاش بوينت تو بوينت ولكن بيكون في ميديوم مشترك عليه اكثر من انتيتي وبيتخاطبوا مع بعض، اما انهم مع بعض بيتخاطبوا اي واحد مع اي واحد، واما ليهم ماستر، ليهم ماستر اي واحد منهم يتخاطب مع الماستر ده في اي اتجاه ريد او رايت. فدول الثلاثه ستاندردز اللي هنتعرف عليهم. اول واحد اللي هو اليورت، ينطبق عليه الفاندامنتالز اللي درسناها قبل كده، ينطبق عليه الفاندامنتالز اللي هو ايه، اللي هو ان في لاين مشترك، ادي اللاين المشترك ليه فاليو عليه فولتج ليفل، عاده بيكون الهاي فولتج ليفل، ده اللو وده الهاي، فدايما بيبقى لو هو ايدل ما بيشتغلش ما فيش حاجه عليه بيبقى في الهاي ليفل، ممكن العكس لكن عاده في اليورت ذات الستاند اب بيقول ان الهاي ليفل ده الديفولت بتاع الايدل ستيت. لما يبتدي يبعت ينبه الطرف الاخر بستارت بيت عكس الايدل ليفل، فلو ده هاي يبتدي ينزل اللاين الى لو، الطرف الاخر يتصرف. يتصرف ازاي؟ انه يبتدي يجهز نفسه تو سامبل البيتس اللي هتتتالى ورا بعض دلوقتي. اما يبعت الستارت بيت بالزمن سينجل بيت لان الاثنين متفقين مع بعض، الفريكوانسي بتاع الترانسميشن هيكون ازاي؟ البود ريت متفق عليه، فبالتالي التايم بتاع 1 بيت معروف، ده هيستارت انه يبعت 1 بيت كامله، بعديها مباشره تبتدي البيتس تتتالى. لو افترضنا ان هو اتفقوا مع بعض يبعت الليست سيجنيفيكانت وبعدين اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، وبعد ما ينتهي منهم ادي 8 بيتس، يرجع اللاين تاني الى الايدل فاليو اللي هي الهاي at least for one bit time اللي بيسموها الـ stop bit. مال ده ايه؟ ده هو بالضبط هو ده، ولكن اذا استخدمت parity bit فبالتالي هنا عدد البيتس بيزيد واحد، حطينا parity bit. نفس الحكاية start bit وبعدين data data bits وبعدين parity وبعدين stop bit. فده الداتا فريم فور سنجل بايت، الفريم اوف داتا اللي بيتبعت طبقا لليورت ستاندرد ده بيتبعت بالشكل ده. ده في حالة لما يكون ما فيش باريتي استخدمتها، وده في حالة وجود باريتي بيت. في حالة الريسيفينج، الريسيفر بيسنس الستارت بيت، هذه الستارت بيت جت فور 1 بيت تايم كامل وبعدين الريسيفر يعمل ايه؟ ويت لزمن نص بيت. عشان يسامبل اي داتا بيت جايه في المنتصف، لان اصلح تايم تو سامبل البيت هو هنا في الميدل، لانه بيبعت حاجه 1 و 0 متتاليين 1 وبعدين 0 وبعدين 1 وبعدين 0 0،
ففي التايم في الميدل كده بيكون البروبابيليتي ان انت تحصل على اكيوريت ريدنج اعلى. فهي سنس الادج دي، وبعدين بعد نص التايم هاي سامبل هيلاقيها فعلا الستارت بت، هيتاكد ان دي ستارت بت، وبالتالي في فريم حقيقي جاي، بتاكد ان في ستارت بت بعد نص الزمن من اول فولينج ادج، عارف انها فعلا في فريم جاي، يبتدي يسامبل بعد كل بيت تايم بعد كل بيت تايم بعد كل بيت تايم. بيستقبلهم واحدة ورا التانية، بيحولهم من سيريال إلى بارالل في الريسيفر بافر، تمام. وبعدين لما تجيله باريتي بيت، لو في باريتي يعمل تشيك عليها، لو اوكي اوكي، لو مش اوكي بيريز الايرور فلاج، وبعدين يسامبل مره ثانيه، يسامبل بعد اخر بيت او بعد الباريتي بيت، يسامبل ات شود بي ايدل، ات شود بي 1، اف 1 ذن اوكي، يعني حصل فعلا استقبلنا البيتس، وال1 اللي جاي ده بيختم الفريم الستوب بيت. لكن لو ما وصلش 1، لو وصل 0 يبقى في حاجه غلط. ده اليورت في ترانسميشن والريسيفنج. نيجي نشوف الباسز. الباس هنا قلنا اتس نوت تو انتيتيز بيخاطبوا بعض، لا ده في مجموعه، في مجموعة اهي، في مجموعة من البريفرالز واصلين على common data lines، واحدة في اتجاه واحدة في اتجاه تاني. لو في clock مشتركة يبقى ده synchronous bus، وده فعلا synchronous bus الستاندرد بتاع ال SPI. ال SPI اللي هو serial peripheral interface، وده خاص بموتورولا. موتورولا هي اللي وضعت الستاندرد ده. أول من وضع الستاندرد ده شركة موتورولا. It is a synchronous bus لأن هو في كلوك ما بينهم، كلوك مشتركة. Separate transmit and receive wires، يعني data في two data lines، one to transmit one to receive. واحد اسمه ماستر ماستر تو سليف، ماستر اوت سليف ان، ماستر اوت سليف ان، ده الماستر ده السليف، ماستر اوت سليف ان، والعكس ماستر ان سليف اوت. ده في اتجاه وده الاتجاه الثاني. وفي chip select، chip select الماستر هنا هو اللي بيحدد مين من البريفرالز دول اللي هيتخاطب معاه دلوقتي، لان ده باص مشترك، وبالتالي لابد من التنسيق بين المشتركين دول مين اللي يستخدمه في اللحظه دي. فالام سي يو هي اللي بتحدد، الام سي يو هي الماستر والبريفرالز هم السليفز. بتبعت سيجنال لواحد بس منهم، الواحد ده لما يديتكت السيلكت سيجنال ده يبتدي يستقبل ويبعت.
فادي الام سي يو اللي هو هنا يبقى الماستر. ام سي يو هو الماستر والبريفرال هو السليف. لابد من الشيب سيلكت من الماستر الى السليف، وبعدين واحد منهم يبعت للتاني او يستقبل من التاني. هنا اتجاه الرايت وهنا اتجاه الريد. وفي الكلوك، الكلوك لابد من وجود كلوك لان ده سينكروناس. بس ده بلوك دايجرام مبسط بيوضح السيجنالز ما بين الماستر والسليف. ادي الماستر هنا وادي السليف هنا. ده السيلكت من ده. الماستر هو بيسلكت السليف، بيسلكت واحد من السليفز، وبالتالي السيلكتد سليف فقط هو اللي بيبتدي يشتغل على الداتا لاينز. ودي الكلوك، الكلوك لان ده سينكرونس بس قلنا. فالكلوك جنريتور موجود في الام سي يو اللي هو الماستر، بيبعتها عليه السليف وبيشتغل بيها عشان تنظيم السامبلينج للداتا لاينز. سيريال انترفيس محتاج شيفت ريجستر. لو هو بيعمل ترانسميت يبقى هنا بيحط في الشيفت ريجستر ويترانسميت. الماستر اوت سليف ان، الماستر بيسند. لو هو بيريسيف اهو، بيريسيف من السليف جاي له سيريال داتا على شيفت ريجستر، يحولها من سيريال الى بارالل. اللي بيحصل ان ما بين الماستر والسليف الشيفت ريجستر بتاع ده والشيفت ريجستر بتاع ده يحصل سيركيوليشن للداتا. البيتس اللي تتبعت تتحط، تتبعت من هنا الى هنا وتتحط هنا، بيحصل لها شيفتين كده. واللي بيحصل له شيفتين كده اللي بيطلع من هنا بيروح لده، اللي بيطلع من ده بيروح لده. ففي سيركيوليشن للداتا ما بين الريسيفر والترانسميتر اللي هم الماستر والسليف. ده الـ SPI. الـ I2C برضو it's a bus. Also it's a synchronous bus. يعني في clock مشتركة. لكن لو جينا نبص هنا للـ SPI في two lines للداتا، واحد لكل اتجاه من ده ومن ده. الكلوك موجودة وفي كمان select lines، في select lines بعدد السليفز اللي موجودين على الباص. I squared C بيختلف في ايه؟ انه في two lines بس، يعني الكل هم اي واحد من دول، اي واحد من دول متوصل على الباص. الباص ليس الا two lines. One for data, one for clock. One for data, one for clock. يبقى هل في اتنين يقدروا يتخبوا مع بعض في اتجاهين في وقت واحد؟ لا. بيتم تحديد الاتجاه، اقرأ أو ابعت، يعني receive or transmit. Read or write. لأن في line واحد للداتا. فاللاين ده يحمل الداتا في أي اتجاه؟ لا، بيكون في اتجاه واحد. يكون في الاتجاه ده أو يكون في الاتجاه ده. والكلوك بتدل على إن ده synchronous bus.
نفس الأسلوب بتاع الـ SPI. هنا الـ الأسلوب بتاع الـ I2C ماستر وسليفز. ماستر وسليفز. ماستر واحد وسليفز. طب الماستر أصلا ما عندوش select line يسلكت any slave. أمال how to select a slave؟ إزاي نقول لواحد من البريفرال زول هات اللي عندك أو خد الداتا اللي هبعتها لك؟ بيحصل ده عن طريق addressing، عن طريق إن كل slave من دول ولي address، لي unique address. الماستر لو عايز يبعت لسليف بادرس اكس مثلا بيبعت على الباص، على الداتا لاين ده على الباص بيبعت مسج. المسج دي بتحمل الادرس اكس بتاع السليف، فسليف اكس بينتبه ويستقبل الداتا اللي جاي على الباص. اي سليف اخر بيلاقي ان الادرس اكس ده مش بتاعه فبيجنور المسج دي. فهنا استعاض عن السيلكت لاينز انه المسج بيبقى معاها الادرس بتاعت السليف. المسج بيبقى فيها الادرس بتاع السليف. في مشكله تانية ان الداتا واحده، داتا لاين واحد، فالداتا لاين ده هل الماستر بيبعت للسليف ولا الماستر عايز للسليف يديله حاجه، يديله داتا؟ يعني هل الماستر بيقرا من السليف ولا بيكتب في السليف؟ فلازم يحدد لانه عنده لاين واحد بالداتا، ما يقدرش يقرا من واحد ويكتب في الثاني، عنده تو لاينز مختلفين. لا، هو عنده لاين واحد، فالماستر بيحدد انا هبعت الى السليف ولا هستقبل من السليف. فبالتالي المسج بيبقى معاها ريد ورايت، يعني الماستر بيحدد عن طريق ريد او رايت بيحدد للسليف اتجاه الداتا. Now, device addressing, each message includes device addressing information. The address بتاع slave, intended slave, بيبقى included في المسج. كل device, كل slave على الباص has a unique address. Only addressed devices will be, only the addressed device will respond to a message. فبالتالي استخدام الادرس within المسج اغناك عن وجود لاينز كتيره to select. السيلكت لاينز خلاص انت استغنيت عنها. ده شكل المسج فورمات، الاسكورد مسج فورمات. لو دي الكلوك، الكلوك لاين اهو، ادي الكلوك. الكلوك تايمينج بتاع الباص هنا اهو. ايه اللي بيتبعد بقى على الداتا؟ نفس الفكره، لابد من وجود ستارت سيجنال. ستارت سيجنال زي الستارت بيت اللي هي عكس الايدل لاين. ادي الايدل لاين لو هو هاي، الستارت بيت بتكون لو. وبعدين بيبعت المسج. قلنا المسج لابد من وجود ادرس انفورميشن فيه، ادرس انفورميشن بتاعت السليف اللي هيستخدم الداتا.
وأيضا في هنا بيت بتحدد read ولا write، يعني الداتا دي اقرأ الداتا دي، السليف اقرأ الداتا دي، فبالتالي دي بتكون write. write يعني السليف اكتب عندك اللي هيوصل لك ده، لكن read بتقول السليف ابعت الداتا اللي عندك، فدي بتحدد اتجاه الترانسميشن. لما يحصل انه يبعت الادرس ويحدد له الاتجاه اللي هيشتغل فيه، مفروض انه يبعت له acknowledge bit. acknowledge bit دي يتلوها انه خلاص، يعني انه هو عارف انه هو اللي عليه الدور، وعارف انه هو هيقرا ولا هيبعت، يبعت له acknowledge. بعد كده الداتا يتم تبادلها، داتا بايت يتم تبادلها، وفي الاخر الستوب بيت. الستوب بيت عشان بعدها نرجع للايدل ستيت. فالمسج فيها الفور بارتس دول. اول حاجه الستارت كونديشن، ادي الستارت كونديشن هنا، بعدين السليف ادرس بيحتوي الادرس والكوماند، هل ريد ولا رايت، والطرف الاخر يعمل اكنولدج، وبعدين يبعت الداتا فيلد. الداتا فيلد ادي الداتا بايت تتبعت في اي اتجاه، سواء كده او كده حسب دي ريد ولا رايت، واكنولجمنت باي ريسيفر. بعد الداتا في اكنولجمنت، وبعدين الستوب كونديشن، دي مجموعه البيتس اللي بتكون اي فريم للـ I squared C. الخطوات بقى، دي الخطوات، في تو سلايدز هنا زي بعض، دي ودي. الاولانيه ماستر رايتنج داتا تو سليف، يعني الماستر بيبعت للسليف، والثانيه العكس، الماستر is reading data from slave. اللي هيفرق هنا البيت دي، البيت دي بتقول ايه، read ولا write. لو zero تبقى write، يعني الماستر write في slave. لو دي كانت one هنشوفها في السلايد اللي جاية، ان الماستر بيريد من slave. الفيلز اللي هي متهشرة دي، دي ودي ودي ودي، دي منين؟ from master to slave. كل الفيلز دي from master to slave. الأبيض اللي هي مش متهشرة دول، دول from slave to master، دول في اتجاه ودول في اتجاه آخر، اتجاه العكسي. ايه الفيلدز دول؟ اول حاجه الاس اللي هي الستارت، الستارت كونديشن، والاخير ده هو الستوب كونديشن. ستارت كونديشن الماستر يبعت الادرس، والكوماند يحدد انا بعمل ريد ولا بعمل رايت، ويستنى الطرف الاخر يديله اكنولجمنت، يعني ده من الماستر الى السليف. الاكنولجمنت دي تيجي من السليف الى الماستر. لو جاله اكنولجمنت صحيحه يبتدي يبعت الداتا. الماستر هو بيبعت الداتا. بعت الداتا الاولانيه، الفريم الاولاني
يديله acknowledgement. السليف يبعث له acknowledgement. يقوم باعت الداتا اللي وراها ويجي له acknowledgement. الacknowledgement دي سواء هنا ولا هنا قد تكون acknowledge صح أو not acknowledge. not acknowledge يبتدي يتصرف بقى. الداتا ما وصلتش صح. في مشكلة. لكن acknowledge خلاص ابعت الداتا field اللي وراه. في الآخر خالص بعد ما تبعت الداتا ورا بعض وجالك acknowledgement إنها كلها دي استقبلها ودي استقبلها. في الآخر آخر المسج بتبعت الـ stop condition. هنا العكس. الـ start لازم برضو من الماستر والادرس يتبعت من الماستر عشان السليف يدرك ان اللي جاي ده حاجته ولا مش حاجته. وده برضو الدايركشن ريد ولا رايت من الماستر. واستنى الاكنولج من السليف. هنا قال له ريد يعني الماستر عايز يريد من السليف. فبعد الاكنولجمنت اما يقول له اكنولج يبتدي بتاعته الداتا. السليف يبتدي يبعت الداتا. بعت الداتا ايتم الاولاني يستنى الاكنولجمنت من الماستر. وصلت اكنولج اوكي يبعت الداتا اللي وراها. لو نوت اكنولجد خلاص يديله الماستر يقول له انت بعت حاجه بس مش في حاجه غلط فيها. في حاجه غلط فيها يبتدوا يتصرفوا. وفي الاخر الستوب بيت. التفاصيل دي ودي يعني انا هتركها لكم كل واحد يبقى يقراها كده بنفسه ديتيلز شويه. لكن الاساسيات احنا اتعرفنا عليها والجزء ده. كده هنستوب عند النقطه دي. عشان انا فعلا صوتي مش جايب فمش عايز يعني استمر اكتر من كده. لو اي حد منكم عنده سؤال او تعليق. خلاص اوكي. نعم. لا تمام يا دكتور. ألف سلام على حضرتك. شكرا شكرا يا سيدي. شكرا. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. هو الأسبوع الجاي آخر محاضرة قبل العيد لأن العيد أجازة يوم ثلاث أجازة. فالمحاضرة الجاية هندخل شوية في اليوارت اللي هي موجودة في المايكرو كنترولر بتاعنا. المايكرو كنترول بتاعنا هناخد اكزامبل ليوارت فيه. مش هنطول فيه كتير يعني. وبعدين هننتقل الى موضوع مختلف جديد اللي هو الارتوس الريال تايم اوبريتنج سيستم. ازاي تنظم انت الديزاين بتاع الكود في الامبيدد ابلكيشن باستخدام operating system real time operating system. ده هيكون موضوع جديد بقى. لكن هنبتدي المره الجايه ان احنا ناخد specifics في اليوارت على المايكرو كنترولر بتاعنا. تمام. نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.